ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هذا الشيء. عطلنا وطلعنا. قالت متسائلة وهي تتأمل فنجاني المقلوب: من المؤكد أنه كل النسوان الشرق أوسطيات يتطلقن يوم الجمعة. العمى والله مزبوطة، يمكن لأنه يوم عطلة، فالعمل لا يعطيك الاستمرارية في الحياة فحسب، ولا يعطيك إحساسا بالوجود فحسب، بل يعطيك الاستمرارية في الحياة الزوجية، كما أنه يعطيك إحساسا متضخما بوجودك إلى درجة تنسى فيها وجود شخص ما بجانبك أو خلفك اسمه زوجتك. ولن أحدثك عن زوجتك، ذلك أنك أدرى الناس فيها. صحيح أن جيرانك بيحسدوك عليها وقريبينك بينظروا بغيرة من جمالها وفهمها، لكن أنت أدرى. فما إن يأتي يوم الجمعة وتجلس في البيت حتى تظهر لك كل عيوبها التي لم تكن تشاهدها وأنت تعود من عملك منهكا، وتبدأ المشاكل صغيرة، خلاف تافه من أجل تظبيط الأرجيلة يتطور إلى رمي يمين طلاق ثلاثي الأبعاد. وللحق فإنني أعرف ما هو ممتد على مدى زمني أوسع وأشرح، فلقد كان لي صاحب تزوج هنا ثم سافر بعد أن حبلت زوجته بقرة عينه ولي العهد، سافر للعمل وتكوين الذات، ثم أعجبته قصة أنه هو ببلد ومرته المخلصة ببلد، فتابع تكوين الذات وحب وعشق وأغرم أي مغرام بعيدا عن بلاد الشام. عاش حياة كما لو في الأفلام، كما لو في الأحلام، ما حدا قده وعنده عيلة عم تنتظره بالوطن، وهو عم بيكون ذاته خارج الوطن. لكن أي تكوين للذات كان؟ تكوين لشخصية قائمة على الغش والكذب الحلال، ذلك أن والده علمه أنه الكذب هو ملح الرجال، والمرأة المسكينة عم تنتظره بكل إخلاص وعم تربي بهالعيال لأنه حبيبنا عجبته العائلة وهي وبعيدة عنه، فأنجب في سفراته الخاطفة عدة أولاد، فيهم الصبيان وفيهم البنات، وتابع مسيرة تكوين الذات بينما زوجته لاحق سما الأولاد ومشاكل الأولاد ومدارس الأولاد. فالعيشة بدون أب تفرض على الأم أن تستعير لنفسها شخصية الأب أيضا. قام صارت المخلوقة أم وأب، مع أنه ما شربت بحياتها 7 أب، ما بتحب الرقم 7 مع أنه أولادها 7، لكنها كانت تكسر البصلة دائما على أنفها، فأهلها حذروها من الطلاق، كل شيء إلا الطلاق، طق يموت ينفجر يتزلزل ينهزي بس ما تطلقي. هيا يا بنلوب الجميلة اجلسي في الانتظار، سيأتي أوليس محملا بالانتصار. وأخيرا تعب صاحبنا من حياة الغربة بعدما تتلتلت على قلبه الأموال وقرر يرجع الوطن ليربي بهالعيال، وهللت الزوجة لعودته، وهلل الأطفال اللي ما عادوا أطفال صاروا كبار، ومنهم من تزوج وأنجب الأطفال الذين كانوا ينادون للغريب القادم جدو جدو، ظنا منهم أنه جدو لاعب منتخب مصر هديك الأيام. وما إن تمطعز المغترب 3 أيام في بيته حتى رمى على أم العيال يمين الطلاق ثلاثي الأبعاد. هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.